خلال يعني خلال جلوسنا سويا في الصالون، لكن انا يعني اسمح لي ان انا قدام الدنيا كلها اللي بتشوفنا دلوقتي، سواء اللي حاضرين هنا او اللي حتى اللي بيتفرجوا علينا، بقدم لك كل التحيه وكل التقدير وكل الاعتراف وبشكرك. وعايز اقول لك ان انا اللي ليا عظيم الشرف ان انا التقيت بحضرتك هنا، انا اللي ليا عظيم الشرف ان انا شفتك. واسمح لي اقول لك تاني ان احنا في مصر كنا، وانا على المستوى الشخصي كنت شايف ان المرض ده مؤلم جدا وكنا بنعاني منه. وزي ما اتقال في الكلام اللي انتوا قلتوه كله، ان لو في اراده وفي امل هيبقى في انجاز، لو في اراده وفي امل هيبقى في انجاز. وبالتالي لما كنت اقول يعني زمان يعني اقول يعني ما حدش قادر يجيب لنا يكتشف المرض ده الفيروس سي قبل ما يكتشف يعني، وايضا علاج ليه، لقينا ان مجرد ان كانت النوايا كده، انا بتكلم على مستوى الشخصي يعني، كان دايما ده هاجس ودايما ده كان امر بفكر فيه بعمق الحقيقه. فربنا سبحانه وتعالى خلاني اعيش واشوف المرض ده واشوف كمان علاجه، ومش بس كده، ويخليني اساهم مع ابناء بلدي هنا في ان انا انهي هذا المرض في مصر. فانا عايز اقول ان العلماء الاجلاء اللي هم يمكن الناس ما بتعرفهمش حتى ما بتشوفهمش، لكن بتشوف اثرهم، الامر ده امر مقدر جدا على المستوى الانساني والاخلاقي. ان بلد يبقى فيها يعني، ساعه لما عملنا الاجراء بتاع الفحص الشامل في مصر كنا بنتكلم على دوله فيها حوالي 90 95 مليون، النهارده احنا 102 103 مليون 104. يعني اقصد اقول لما عملنا الفحص ده واطلقناه على المستوى القومي هنا، ثم ربنا وفقنا ايضا، عشان بس بقول لاصدقائنا واشقائنا في افريقيا اللي موجودين معانا هنا، اوعوا تتصوروا ان قله الموارد ممكن تبقى عائق امام تحقيق الاهداف. صحيح اي هدف يبقى محتاج يعني موازنات واموال وحاجات كتير، لكن صدقوني ودي تجربتنا هنا، لما اتكلمنا انا افتكر ان انا جبت شركات الادويه الامريكيه واحنا هناك في بنتحدث معهم على ان هم يساهموا معانا في توفير العلاج بتكلفه ماليه يعني نقدر ننفق عليها العلاج ملايين من المصابين في مصر. ولقينا ان رغم ان كان الدواء ساعتها ب 10,000 دولار ويمكن يعني، لكن احنا تحصلنا عليه بتكلفه اقل من كده. وده امر مشكور كمان لشركات الادويه اللي انا برحب بيها وهي موجوده معانا هنا، وبقول لهم بقى خلي بالكم ان افريقيا سوق واعد. إذا كنا النهاردة مليار و250 أو مليار و300، فخلال 20-30 سنة بالكتير هنبقى 2.5 مليار، ده سوق كبير قوي. وبالتالي المستقبل لأفريقيا، المستقبل لأفريقيا، يمكن الناس ما تشوفش ده، المستقبل لأفريقيا. أنا عايز أقول أفريقيا 60-65% من سكانها شباب ويمكن أكتر من كده، يعني لسه في فرصة. فأرجع تاني أقول عشان بس ما يفوتنيش إن أنا أسجل بتقدير شديد باسمي وباسم كل المصريين كل الاحترام، سواء للي اكتشف الفيروس الدكتور هارفي أو للشركات المصنعة لهذا الدواء والأدوية الأخرى، كل التقدير لهم وكل الاحترام لهم. نرجع نيجي هنا يعني تعقيبا على كلام زملائنا المشاركين
سواء في يعني في الجلسة الأولى والجلسة الثانية، أنا مش هقول كلام كتير، لكن أنا هقول لكم، ما إحنا دولة أفريقية زي كل الدول الأفريقية، مواردنا مش كتير وقدراتنا مش كتير، وإحنا عدد سكاننا برضو مش قليل. يعني إحنا النهاردة بنتكلم في أكتر من 100 مليون. كتير من الدول الأفريقية ما عندهاش العدد ده، باستثناء يمكن 5-6 دول ولا حاجة. ولكن زي ما بقول كده، ما لدينا، وأنا بقولها بإخلاص وأرجو أن تصل إلى كل من يسمعني، إحنا مستعدين إن إحنا نتعاون معكم في كل المجالات اللي أنتم مستعدين أو تأملوا إن إحنا يعني نتعاون معكم فيها. مش حاجة، مش هعدد المجال الطبي من تعليم أو تدريب أو تأهيل أو حتى علاج، لكن عايز أقول إن القدرات اللي موجودة في مصر هي متاحة لأشقائنا، وده كلام مش سياسي، ده كلام مش سياسي. ويمكن زملائي اللي موجودين في الحكومة يعلموا جيدا مدى التقدير والاحترام الإنساني لكل من يعني يعاني، مش بس في إفريقيا، في إفريقيا وفي بقية الدول، مش بس في إفريقيا، لا في إفريقيا وبقية الدول. أنا بقول إن إحنا مش دولة يعني مواردها هائلة ولا حاجة، ولكن ما لدينا بإخلاص متاح لكم كمشاركة، كتدريب، كتعليم، كعلاج، كنقل خبرات أو تبادل الخبرات. إحنا مش مستعدين نعمل ده وزيادة في كل المجالات، حتى في صناعة الدواء، مع اللي هو اللي إحنا بنقول فيها إن في فرصة كبيرة، ويمكن زملائنا اتكلموا عن موضوع تصنيع اللقاحات. وهنا اسمحوا لي إن أنا بتواضع أعلن مبادرة يعني بتقديم 30 مليون جرعة للتطعيم ضد كورونا لأشقائنا في الدول الأفريقية، وأرجو إن ده يتم تنسيقه مع الاتحاد الأفريقي.